plus à être considéré comme une simple religion, mais comme un fait politique majeur de notre temps. Vous, l'islam, bon, c'est la religion que vous défendez, évidemment, hein, oui. Mais au-delà du fait religieux, l'islam est devenu un phénomène politique ? Est un phénomène absolument sociopolitique. Sociopolitique. C'est sociopolitique, et c'est une idéologie de lutte, c'est une idéologie d'agression, d'idéologie de... نحن نخيره ثلاثة خيارات إما أن تكون مسلما فإن قبل فلا نأخذ منه الجزية فإذا أصبح لا يصير مسلما يبقى على مسيحيته ومن حقها النار نقول لقينا جزية فإذا رفض الجزية نقاتله أما المشرك نخيره بين الإسلام والقتال هذا الرأي ليس رأي أحمد الحسن البغدادي بل رأي كل المذاهب الإسلامية الخمسة وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال المشركين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كلمة عن يد وهم صاغرون كلام واضح عربي مش عايز تفسير فإن أبوا لا الإسلام ولا دفع الجزية فلا مناص حينئذ من المناجذة والقتال فبالله عليك من الذي يعتبر بدأ القتال في هذه الحالة هم إن إذا أبوا لا الإسلام ولا الجزية فهم الذين اختاروا القتال واختاروا المناجذة وعندها يقاتلهم المسلمون ادعوهم الى ثلاث خصال فاذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم اسلام جزية فاستعن بالله وقاتلهم بدون ما يقاتلوك قاتلهم فاستعن بالله وقاتلهم فليسمعها العلماء فاستعن بالله وقاتلهم متى عندما يقاتلونك لا عندما يرفضون تطبيق عندما يرفضون دخول الاسلام ويرفضون دخول تطبيق دفع الجزية أعزة على الكافرين لأن المودة مع الكافرين مرفوضة والتسامح مع الكافرين مرفوض وهذا مفهوم خطير جدا يراد اليوم تسويقه للمؤمنين يا أخي الإسلام دين تسامح ما لك لا تتسامح تستخدم ألفاظ وعرة خشنة يعني إذا الله سماهم كفار أنا أخجل من تسميتهم كفار نوح هذا يكون مع هؤلاء الناس هؤلاء لهم جزاء واحد هو الأخذ على أيديهم والانتقام منهم وتأديبهم وهذا لا يكون لا بالتسامح ولا بالتفاوض ولا بالملاينة وإنما يكون بالعزة فالعزة تعني كما قلنا الشدة والغلظة والمعاداة هذه المعاداة كلمة اليوم غابت تقريبا عن القاموس السياسي عند المسلمين وقل لك يا سيدي نسوي صلح وبعد الصلح تطبيع وما فيش داعي نضل في حالة حرب مثل ما افترى الهالك السادات لما وقع كامب ديفيد قال خلاص مش حودي ولادي على الموت بعد النهاردة ايش يعني مكرمة بتمنى على الشباب اللي الشباب يريدون الجهاد من عليهم انك ستحجب عنهم الجنة وستبقيهم في الحياة هكذا يعني اشباه رجال المعاداة يجب أن تكون مع الكفار أصلا أنت استراتيجيتك في الإسلام هي معاداة لغير المسلمين